ندى في هذه بتفضل تخمد الرئيس الجمهورية هو ذات القرار لأننا صنة هون لأننا نحن عرب صنة ادمو جامع عدو الصنة عدو شكرا ادمو شكرا لك ادمو يعني ندى كما تشاهدون نعم. في هذه الأثناء نعم ادمو بس بدي أسألك لأنه نحن دغري نقلنا من المباشر لا بداية نهاركم سعيد معك هل بدأت فعلاً إزالة المخالفات؟ قديش عددها هيدي المخالفات؟ يعني كم وحدة سكنية مخالفة على أراضي نعم يعني لا تملكها العائلات؟ كما تشاهدين نعم نعم ندى كما تشاهدين مع الزميل سابا مخلوف يعني عملية إزالة المخالفة قد بدأت كما تشاهدين أحد الأشخاص هنا من العمال يقوم بالحفر داخل هذا السطح الذي هو يعتبر مخالفة وبمؤازرة القوى الأمنية إذا يعني يمكن الوصول إليه للحديث إلى القوى الأمنية من أجل معرفة ماذا يجري بالتحديد لكن عملية إزالة المخالفة قد بدأت صاحب يعني المتهم بأنه صاحب المخالفة كما تشاهدين أيضا الحجارة يعني تسقط بين النساء عم بتولوا هالأمر إلى على نعم على السطح على السطح ونحن موجودون في النصف يعني إحدى السيدات هنا يحاول عناصر القوى الأمنية يعني تهدئتها لأنها ترمي بالحجارة على العناصر الأمنية كما تشاهد أصيب العامل الذي يقوم بعملية الحفر للسطح السطح الذي يعتبر بأنه مخالف في منطقة درويسات في الشارع الخامس المنطقة جدا ضيقة هنا الأزقة جدا ضيقة وبالتالي يعني المواطنون ينتشرون على أسطح هنا وبالتالي يفاجئون القوى الأمنية بعملية رمي الحجارة وحتى رمي بعض الزجاجات الفارغة عليهم وصلت بعض الحجارة إلى غرف فريق LBCI الذي كان موجودا توفر حذر إدمو يحصل على المعلومة من أصحاب المخالفة أو المتهمين لم يصل إلينا ولكن يعني بالقرب منا سقطت عدة نعم. حجارة ونحن نشاهد في سطح آخر الآن في سطح آخر نشاهد يعني القوى الأمنية تقف وبعض المواطنين يقفون في وجهها ويرمون عليها الحجارة عناصر من مكافحة الشغب وصلت حوالي 120 من عناصر القوى الأمنية وصلوا إلى هنا لمؤازرة بلدية جديدي في تنفيذ إزالة هذه المخالفة إدمو. صاحب المخالفة يقول بأنه يملك صفوف وأنه اشترى نعم إدمو أنا بس بدي أعرف يعني هيدا لأنه سمعناهن عم بيقولوا أنه نحن يعني للأسف كل شيء بيتطيف بهالبلد أنه نحن من أهل السنة واستهداف لنا ومدري شو بس شايفين أعلام حزب الله وتاني شيء خلص القرار متخذ يعني المخالفات ستزال هؤلاء لوين بدهم يروحوا بداية مين اللي هالمواطنين المعتدين يعني توجهوا بهيدي اللغة بوقت نفسه نحن شايفين أعلام حزب الله مرتفعة على الأسطح الشخص الذي أطل معنا منذ قليل هو صاحب المخالفة هو حاول أن يقول بأنه لا يخالف وأنه اشترى العقار عام 1975 ولكن هناك يعني سقوق أيضا لجان أبو جودي وهو اشترى هذا العقار عام 1980 كما يقول صاحب المخالفة هم يقولون بأن هذا الحي هو حي يعني له طابع ديموغرافي معين في محيط الرويسات واعتبروا أنه هذا الموضوع مستقصد ولكن يعني طبعا في كل القصص في لبنان تطيف وتسيس عندما يعني يريدون إخراجها من الطابع القانوني هذا لا يعني أننا نقيم حكما عليهم أو نقول بأن أحدا يعني له الحق على الآخر نحن لا نحكم هنا ولكن ننقل الصورة هناك توتر كل لحظة في زاروب تشاهدون مع الزميل سابا مخلوف الآن في نقطة أخرى بعض العناصر الأمنية تحاول أيضا أن تهدئ غضب بعض المواطنين هنا وبعض الآنسات والسيدات هنا في منطقة الرويسي اللواتي قمنا برمي الحجارة على القوى الأمنية منذ لحظات عدة نقاط يجري فيها الاشتباك بين العناصر وبين القوى الأمنية مع الزميل سابا مخلوف شو بكون شو بك شو ليش عم يحجموا على النسوان ويضربوها ليش يعني ليه عم ترد بس ما نحن شفنا بالكاميرا هن عم بيكبوا حجار هن عابدين حق للسوق كل دولة بتجي بدها تهد سطح بتقبعها بس انتو عم ترموا حجار وأناني عليهم وخشب هيدا شيء حاطين حقه مصاري
شفتوا في كل شيء، ليش بدهم يهدوا؟ ليش نحن مش بعرض ابو جون جاودي؟ ليش عم ترموا حجاره وازاز على القوى الامنيه؟ لانه عم يتهجموا علينا. دركي فوق ضربني، شدني من شعري فوق. في دركي بيضرب مرة، واحد من البلدية تهجم على مرة. بس ادمو يا ريت بتوضح لهم انه على الهوا مبين انه الدرك عم بيقوموا بواجباتهم وانه في مخالفات لازم تزال، ونحن شايفينك وشايفين كل الصورة على الهوا. القوى 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 الأمنية القوى الأمنية التي تؤازر عملية الإزالة، يعني قامت منذ الصباح بالحضور إلى هنا، أشعلت الإطارات في وجهها أولا ونحن يعني نشاهد كنا كل التفاصيل. بعدها بدأ رمي الحجارة والزجاجات الفارغة على القوى الأمنية، وكنت قد ذكرت لك سقطت بعض الحجارة أمامنا مباشرة أمام فريق الـ LBCI. البعض حمل العصي هنا وحاول أيضا الاشتباك. بعض الأسلحة هنا تستخدم بسبب التداخل بين الأزقة، يعني تستخدم من أجل مفاجأة القوى الأمنية ورمي الحجارة عليها. في لحظة من اللحظات كانت هناك ذروة إطلاق الحجارة ورمي الحجارة على القوى الأمنية، ولكن في هذه الأثناء هدأت وهي تخرق بين الحين والآخر في ظل إشعال الإطارات المستمر منذ لحظة وصول القوى الأمنية عند الساعة 9:15 تقريبا. إدمون نحن رح نبقى معك، رح تبقى صورتك على الهواء، رح نترك لك مجال يكون عندك المزيد أيضا من المعلومات وجولة موسعة أكثر. مثل ما شفنا يعني بعدنا عم نشوف حرق الدواليب، كيف الناس متجمهرين خاصة النساء، كيف كبوا حجار وحملوا هيك بسميها المورينا، يعني عصايات على عصي على القوى الأمنية. على كل حال مش بس بهيدا الحي في مخالف، في كتير مخالفات بمختلف القرى والبلدات اللبنانية. يعني يا ريت المواطن بيعرف حدود القانونية وبيعرف حقوقه وواجباته تجاه الدولة. نحن رح نرجع لإدمو، رح تبقى الصورة على الهواء تنشوف قديش عدد هالمخالفات، يعني كم وحدة سكنية أقيمت على أملاك خاصة وأتى بعض اللبنانيين وعمروا على أملاك لغيرهم. بدي رحب بضيف الدكتور لويس حباية، أهلا وسهلا فيك. عذرا أهلا. يعني المقتضيات الأحداث تفرض نفسها أكيد. علينا أهلا. على كل حال مش يمكن الكباش هو على مستوى يعني إزالة المخالفات وقمع المخالفات وتطبيق القانون، نحن اليوم عندنا كباش من نوع آخر على المستوى الاقتصادي والمالي. إلى أين نتجه في موضوع السلسلة والضرائب؟ يعني مثل كأنه واحد عطى بونس لشهر ويمكن ما يكون في شهر الجاي رواتب على الأرقام الجديدة، طالما الحكومة طلبت من مجلس النواب يعني تعليق العمل أو صح. التأخير بتطبيق السلسلة. نحن أمام سابقة أو هذا الشيء حصل قبل بلبنان؟ يعني هذا ضمن الفوضى المالية والإدارية والاقتصادية الموجودة بالبلد. يعني اليوم عندك دولة بما نعم. فيها طلعت سلسلة رتب ورواتب، رئيس الجمهورية مضية طلعت بجريدة رسمية، يعني ما حدا جبرة أصلاً تطلع هالسلسلة. أوكي. وهلأ عم تطلب أنه تأخير تنفيذها، يعني في شيء أنا بسميه مضحك مبكي. وبالتالي طب كيف بدك اليوم المواطن يحترم الدولة؟ ما هلا عم نشوف هذا الشيء اللي صار، انه اذا مواطن مخالف بده ياكد على مخالفته، بالرغم من انه نحن ما بنعرف مين معه حق ما معه حق بهالموضوع هذا. بس انه الدولة كيف بدها تقول للمواطن انا احترمني، انا اذا قلت كلمتي بتمشي، وبالتالي انا عم بعطيك سلسلة اعطيتك اول شهر، واليوم فهمنا في تخبط، في ناس مش واصل لها وناس مش واصل لها في ضرائب بعدها مفروضة وضرائب لا، يعني منلاحظ في مصارف اقتطعت يعني الضرائب على الفوائد من المودعين بوقت اللي تعلقت السلسلة. هل هيدي بترجع مثلا للمودع إذا تعلقت السلسلة وتعلق قانون الضرائب؟ أنا برأي المصارف بترجع بتردها، عم حكي طبعا كرأي، لأنه المصارف منها بحاجة لتفوت بهيك قصص. يعني اليوم مصارفنا، وأنا عم بقول هالشيء إيجابيا، تحقق العديد من الأرباح، وبالتالي منها بحاجة لحتى تزرق المواطن. بس أنا المصارف ما بخاف عليهم، يعني أنا بقدر طمنك من هلا أنه المصرف شو ما حطيتي عليه ضريبة بطريقة أو بالأخرى منها ندفعها كمودعين. نعم. ما تعتليهم، وبالتالي إذا مش بالفوائد هني ما يعتلهم، ضامنين حالهم هني ضامنين المودع هو اللي بده يعتلهم. نعم. لا الزبون بده يطلع يعتلهم. نعم. المصارف بتحول لك بتقول لك فريدو دوسيه تكاليف. نعم. إدارة كذا بتزيد وكذا، وبالتالي المصارف أنا برأيي عكس الشركات يعني التجارية والصناعية الأخيرة، هذيك أصعب عليها بكتير تحول الكلفة للمواطن.
إذا في موضوع تخبط فظيع بالشيء اللي عم بيصير. بس هو أكتر شيء اليوم أنا برأيي السؤال هي في علي question mark إنه ليش الدولة ما عم تشتغل بموضوع الإنفاق؟ يعني اليوم كيف يعني؟ فسر لنا دكتور. مصاريف الدولة. الدولة اليوم لحد هلا ما درست جدياً تخفيض الإنفاق تبعه. يعني الهدر يعني بزريب الهدر. راح نسميه الإنفاق أو الفائض في الإنفاق. فائض في الإنفاق اللي هو الهدر وفي منه سرقة وفي منه يعني أصلاً رئيس اللجنة المالية على التلفزيون قال فينا نوفر مليار ليرة بدون ما نزعج حدا. صح قالوا بحديث لنا للأخبار إنه فينا في وفر بالموازنة يفوق المليار. 100%. طيب هيدي يعني قد السلسلة كلها. وهو المليار شو جايين عن شو؟ عن إيجارات وهمية، عن تبرع لجمعيات وهمية، عن كب أموال ممكن فرش وزارات زهور عم نكتشف اليوم، اعتمادات سفرات وسفرات فواتير تأتي إلى وزارة المال بمصاريف خيالية ببعض السفرات. فينا نكمل مع حضرتك يعني بس يبدو اللي عم بيصير على الأرض يفرض نفسه. زميلنا إدمو سيسين صار حد المعترضين على إزالة المخالفات وحيث تحرق الدواليب. ياريت منسمع شو عم بيقول هالمواطن لزميل إدمو. قرار من ميشيل هون رئيس الجمهورية. نعم يعني ما زالت حالة الغضب هنا موجودة الندم. نعم ما زالت حالة الغضب موجودة. المواطنون هنا بين الحين والآخر يعني يقومون بفورة غضب أخرى ويطلقون ويرمون الحجارة على القوى الأمنية، ولكنهم يقولون بأن القوى الأمنية هنا ومن يقوم بإزالة المخالفة يعتدون على عقارات لهم كما يقولون هم، ويرفعون المزيد من يعني الأوراق التي يعتبرونها ثبوتية. سك أخضر، سك أخضر ملك شيرين قبل أبو جودي. سك أخضر، هيدا استئناف على الحكم تبع أبو جودي. نحن مستأنفين على حكم أبو جودي. هيدا سك أخضر، نحن عايشين ببيتنا بأرضنا. العالم اللي عايش بأرضه ما عم يسترجي شي لما عم بيقرب عليها. هيدا هو هيدا السك الأخضر. نحن بندفع بلدية، ندفع كهرباء، بندفع مي، كل شيء. نحن هون قانوني عنا عم يجي هبطنا سطح. نحن 10 أخوة وين بدنا نحطهم؟ وشو بيقول؟ نحن هال سنية عرب، ما خاو نحن ربينا نحن والشيعة سوا. هيدا زلم كذاب وواطح هشك. شكرا. إذن يعني إذن نحن مباشرة يعني أي كلمة تخرج مباشرة من المواطنين نتيجة الغضب يعني نحن طبعا لا نتبناها إطلاقا. وكل رواية شو عنا؟ نعم. شو عنا؟ هن عم يلعبوا جاب يعطينا للنائب سعد 200,000 دولار. نعم يعني كل هنا يعني كلام كثير يقال. يعني طبعا لا نتبنى هذا الكلام لا بحق القوى الأمنية ولا بالكلام الطائفي الذي قيل منذ قليل. وبالتالي يعني هذه رواية المواطنين هنا. ونحن طبعا يعني سوف نطلع بعد الانتهاء من إزالة المخالفة على كل التفاصيل وعلى كل الآراء. طبعا جون أبو جودي أو وكيل له ليس موجودا هنا. الموجودون هنا هم القوى الأمنية، وبالتالي يعني لا يستطيع أن نأخذ منهم الرأي الآخر، ولكن يعني نحاول أن نقدم الصورة الموجودة هنا. ندى رح نرجع لك. نحن إدمون طبعا عم نشوف كيف القوى الأمنية عم تؤازر عمل إزالة المخالفات بواحد من أحياء رويسات جديدة. يعني هيدا جزء من المشهد الفوضى اللي كنت عم تحكي عنها حضرتك. يعني طب ما الفوضى عم بتعود العالم على الفوضى. صح. ولكن اللاح محاسبة عم بتعود العالم على المد اليد على أملاك الغير مثل ما عم تشوف هالمخالفات. ولكن كمان حتى نكون إذا بدك حقويين بالإطار، هل الدولة عم تجي تضرب المخالفات بكل الأراضي اللبنانية؟ صح. نعرف كلنا مش إنه أنا عطيت مثل إنه بكل مزبوط. الأراضي اللبنانية مزبوط. في مخالفات. إنه اليوم هالموضوع هذا إذا في مخالفة برافو على الدولة لازم تعملها، ولكن ما بكفي هون. قديش في مخالفات بكل الدولة اللبنانية بنعرف من المطار وجر الحدود. صح. وبالتالي في مخالفات وين الدولة؟ يعني هل هون في قطبة مخفية وراها بمعنى واسطات أو إلى آخره؟ أو هل صاحب الحق يمكن قادر ياخد حقه بإيده تأهل قدي؟ وبعدين عرفنا مين الحق، لأنه هلأ فرجة هو الشخص اللي عم بيحكي والشخص التاني ما بيّن على التلفزيون لأنه غير متوفر كمان. بعدين في القضاء بيحسم، هالقضاء حسم الموضوع وبالتالي لا يعني تتحرك القوى الأمنية من دون إشارة القضاء، أليس كذلك؟ صح. بس ولكن ليش تحركت هون ما تحركت بغير مطار؟ غير مطار. هذا أنا عم نقول. بتشوف إذا في
حدا بيتحرك بغير مطار حتى يطالب بأرضه يمكن. لا في أو يمكن تعدي على الأملاك العامة. ما هي بس إذا بنحكي عن المطار الأوزاعي هي إنها أملاك خاصة قد ما هي أملاك دولة. شو قدر تعبوا للدولة؟ في هيك وفي هيك. في هيك وفي هيك. وين ما كان بكل مناطقنا يعني. طيب خلينا نرجع للشأن الاقتصادي والمالي. بالتعدي على جيوب المواطن. 100%. بموضوع الضرائب وقانون الضرائب. كنا عم نحكي عن موضوع يعني دولة ما اشتغلت جدياً على ضبط الإنفاق. صح. يعني خاصة نحن يعني أنا ما بدي أحكي السياسي أكيد ولكن بدي أقول أنه نحن اليوم بعهد جديد هو عهد مثل ما قلنا الإصلاح وبالتالي من هون إذا بدك التأييد لفكرة أو الأمل بضرب الفساد شوي بهون وبتعرفي إحنا بكل عهد بلبنان قوتوا بأوله نعم مظبوط يا ملا نعم معنه فخامة الرئيس دايما بيقول أنه عهدي ببلش بعد ما الانتخابات النيابية وعلى القانون الجديد الانتخابات ما بنعرف أمتى رح تصير وأمتى رح صح الحكومة الثانية تبلش يعني يمكن قبل آخر العهد بشوي وبالتالي هون لازم نبلش نضرب بإيد من حديد يعني مخالفات وين صارت فسادات يعني ما حدا يقول لي ما بنعرف شو في فساد وين ما في والآخرة طبعا بدون ظلم ما في شك بده يكون في حق وبالتالي هون إذا بدك اللبنانيين اليوم حاسين بشوية ديسيبسيون يعني أنه الأمل قديش كان كبير وبالتالي لحد هلا بخيبه واحباط خيبه واحباط وبالتالي الاداء هلا يعني ما كان قد ما كان متوقع اي قد ما كان متوقع ولكن الوقت بعده موجود والفرصه موجوده يعني بدنا نشوف هالانفاق طيب هالجمعيات الوهميه والى اخره طبعا هو تابعين للسياسيين مين بيسترجي يكون عنده جمعيه وهميه يعني من المواطن العادي او قادر توصل لهالسياسيين والله بدك توصل الى الكل فرض يعني وقت هو جمعيات بده يكون في قرار 100% والقرار ليش ما بيتاخذ يعني القرار بتتاخذ لا وتعمل القرار على الكل ما بعتقد حدا بيسترجي عارض بعدين بنفضحهم يعني فيك تفضحيهم بالاعلام مش انا وانت اكيد بس هن في وزير الاعلام او الوزاره او رئيس الجمهوريه قضاء يتحرك في يقول انه والله في هاي الجمعيه اكس ايجريك زد عم تهدر مئات ملايين دولارات بالسنه وما عم تعمل شيء على الارض اوكي وبالتالي يخلي يدافعوا عن نفسهم وانا برايي ما بيسترجوا يدافعوا عن نفسهم بس بدك تهجمي على الكل مش ايد واجر وقت تبلشي ايد واجر باي موضوع بتحترقي لذلك هذا نحن ناطرينه بكل المواضيع وين ما كان في صناديق سوداء وين ما كان في قصص وهميه والى اخره خلنا فعلا نبلش مش نتعدى على رتب طب هيدا جزء يعني نعم. حضرتك عم تحكي عنه جزء أساسي إنه هو ضبط الإنفاق وتحديد مزاريب الهدر نعم. هيدا لوحده يكفي إذا ضبطت الإنفاق يعني خففت قديش في عليك مصاريف يكفي لوحده لتأمين فعلا وفر لتمويل السلسلة كما قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان يعني النائب إبراهيم كنعان بيعرف وقت اللي يقول هو في مليار بيعرفهم شو هن بالتفاصيل نعم. يمكن أنا وأنت ما بنعرف تفاصيل الجمعيات وإلى آخره ولكن هو عنده كل الريكورد وبالتالي مش عم بيقولها ليتسلى أكيد يعني ما رك ما رح يقول وبالتالي إذا بلشنا بها وهيني يعني مليار ليرة هيدي غطت السلسلة لأول سنة كليا بالإضافة اللي دفعوا المصارف على الفاينانشال إنجينيرينج الهندسة المالية الهندسة المالية اللي عملوها اثنين يعني هاي أول سنة تغطت اثنين رح يقبضوهم الموظفين تعرفي الموظفين ها سلسلة الرواتب مش ناس أغنياء هاو ناس يعني طبقة زاوية دخل محدود وبالتالي هودي هالزودات رح تجي لعندهم شو رح يعملوا فيها بدي يروحوا يشتروا يغيروا عرفتي ما إذا في ضرائب كمان رح تفوتها من جيبي وتظهر من الجيب الثاني أوكي رح يبقى لهم شوية أكسترا مش كافي أنا موافق معك ولكن هل شوية الأكسترا حتى اللي أخذوها اللي أنا برأيي كمان مش كافي هو أكيد بده يصرفوها بالسوق يعني حركنا السوق يعني مش برامج العجل الدورة الاقتصادية برامج الدورة الاقتصادية وهي نحن نقصتنا طب. بس حضرتك قلت شغلة إنه هيدول كافيين تيغطوا السلسلة للسنة الأولى نعم بارح في شيء كتير لافت قاله رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير إنه طب ما نحن عاملين حساباتنا من هلأ لخمس سنين كيف تتمول السلسلة إذا هول غطوا السنة الأولى وماذا عن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ونحن بنعرف كيف غلى المعيشة بيصير أوكي هلأ بالنسبة للي قاله أستاذ شقير كمان هني يعني صارين إحنا بلبنان اليوم إن كل واحد بده يحط المشكلة على الثاني نعم طيب.
اليوم لو القطاع الخاص كمان كان عم بحسن أجور الموظفين عنده سنوياً بنسب قليلة كنا كمان ما وصلنا هون. عم بيصير بلبنان اليوم أنه الأجور بتضل واقفة ليصير في مطالبة وكذا وتتجمع وتتجمع شوية بدنا نزيد فرض ضربة نسب عالي، بصير لا الشركات قادرة تدفع ولا الموظف بيعود يرتاح. وهون قصة تعديل الأجور سنوياً كأنه بالقطاع الخاص أو العام، ولكن خاصة الخاص هذا واجب وضرورة، هالشيء ما عم بيصير. وهون التحدي، وأنا بحكي معهم لا طبعا بغرف التجارة وكذا، هن بهالموضوع هذا ما عندهم مشكلة أبدا. تحسين ما عندهم سنوي. مشكلة تحسين الأجور أو سنويا بس يعني عم نشوف انه لا ما هذا هو هني ليش بتقول انت ليش ما عم تعملوها؟ بيقول لك اوكي اذا عملناها بكره بنوصل بعد 5 سنين دوله بترجع تزيد، بترجع نزيد زودي على الزودي. وبالتالي هون يعني بده يصير في اتفاق انه الدوله ما تتعاطى بس في مشكله ثقه اليوم موجوده، في مشكله قله ثقه بلتو موجوده انه هل الدوله بتزيح كليا عن امور الاجور بالقطاع الخاص؟ بالمنطق نعم، ولكن بالفعل بتخافي كمان انه القطاع الخاص يقتلوا للموظف كليا، هيدي القصه هون، وبالتالي الموظف بحس حاله اضعف. من هون اساتذه القطاع الخاص اليوم عم بيرفضوا فصل التشريع، لانه بيقول لك اذا فصلنا التشريع شو بيعود يطالب لنا بزياده الاجور لنا بالمدارس الخاصه، وهيدي شو ناتجه؟ ناتجه عن الثقه المفقوده. وبالتالي قاعدين نحن بخلطه وبخبيصه اذا بدك، اهم شيء فيها ما في ثقة، ما في ثقة اليوم للأسف من المواطن تجاه مؤسساته ودولته وخوفه على المستقبل، مستقبله ومستقبل أولاده. أكيد، بس أنا بدي أرجع يعني فصل مع حضرتك موضوع الضرائب. كل حدا مثل ما عم بتقول أنه بده يرمي المسؤولية على الآخر. طب من اليوم كل مجموعات أو كل أصحاب المشاريع يلي المشاريع السياحية يلي قاموا وتعدوا على الأملاك البحرية كمان هن عم بيرفعوا الصوت إنه أنتوا عم تجوا تضربونا، عم بتدفعونا أكلاف، عم بتفرضوا علينا ضرائب، بينما هيدا مرفق سياحي بيعيش منه الآلاف والآلاف والآلاف. هيدا كمان مشكلة تانية. وفي وجهة نظر أخرى بتقول إنه منا كافية الغرامات على الأملاك البحرية، لازم تكون أكتر معلومة. طب هون وكمان في وجهة نظر تالتة بتقول إنه ما فيك تجي تدفعهم الغرامات كأنك عم بتشرعهم. هون ضعنا، صار في عدة زوايا، صار في ضبابية بالموضوع. مظبوط، الغرامات لا تعني التشريع، الغرامات يعني بنالتي قصاص. ولكن أكيد الغرامات لازم تكون أكبر. يعني أنا تفاجأت هلأ ناس عم تقول والله أنا يي دفعت غرامي بالإعلام، دفعت غرامي ما أنت أخذ مرفأ والغرامة ما بتطلع دخلك بويك أند واحد بالصيف، وبالتالي هاي الغرامة يعني مسحة. هلأ أنا برأيي الدولة أكيد بدها تزيد الغرامات أو على موضوع قانون الأملاك البحرية، عم نحكي عن الأملاك البحرية، أو تعمل سيستم إيجار، لأنه هاي الأملاك طبعا استثمار أجار، استثمار أجار، وبالتالي بأجار جدي مظبوط طبعا لحجم الأرض اللي هن محتلينها. يعني عندك أنت مدخول صار سنوي على الخزينة 100%، وهالإيجار بده يكون حسب حجم الأرض، حسب المنطقة اللي فيها، تصنيفها طبعا. إذا أرض بالرمل البيضاء مش مثل أرض بالشمال بآخر الشمال أو بآخر جنوب، لأن هونيك الأرض أغلى بكتير، وبالتالي ليش لا بيعمل له أجار 3 سنين، وهالثلاث سنين تمدد بأجار جدي، لانه هاو عم يطلعوا اموال طبعا عم ياخذوا. طب دكتور، طالما حضرتك كخبير اقتصادي ومالي يعني شايف الامور، تستغرب كيف دوله باركانها باجهزتها الماليه والرقابيه والاقتصاديه من راس الهرم لموظف الفئه العاشره اللي مفروض يكون هيدا اختصاصهم، بالنسبه لكم كخبراء ما عم بيعرفوا يشتغلوا؟ اكيد لا، بس او كانه اماتور. معقول؟ لا، انا برايي انا ما ببريهم هالقد، انا ما بشوف في شيء الا ما هو مقصود. اي طبعا، يعني اليوم السياسيين بلبنان عموما هن برايهم هن بيعرفوا كل شيء، لذلك موضوع الاستشارات بلبنان غير موجوده. يعني الثقافه الاستشاريه بلبنان غير موجودة. أنت بتشوفي الليدرشيب السياسي بلبنان هلا بتقول الليدرشيب مش ضروري 100%، عم نحكي طبعا أكترية الساحة الاستشارات عندهم هيك يعني كوزماتيكس مثل ديكور، انه يابا تعالوا بنحكوا لكم كلمتين وبعدين يلا صوره وباي باي. يمكن اولويتهم او الاجنده تبعهم شو بدهم يحققوا؟ مكاسب ومصالح سياسيه. طيب. ماليه. صح. اقتصاديه، برستيجيه، اهم شيء البرستيجيه.
وظيفية يعني، وبالتالي هن الاستشارات يعني منا بالنسبة لهم شيء، لأنهم هن برأيهم هن بيعرفوا كل شيء كمان. وبالتالي دينيون مسكر على المستشارين، وبالتالي ما بتلاقي كمان إجمالا بالعموم اسم مستشارين جديين تابعين إذا بدك فرقاء معينين. وبالتالي أنا ما بينسمع لهم إلا إذا عنده المصلحة يقبلوا، غير موضوع إذا عنده يعني بحبوا يسمعوا يلي هن بدهم إياه 100% اللي بده إياه، أو أنت حكي اللي بدك إياه. بس انقلبت الأمور عليهم هلأ الدولة بمأزق. نعم، يعني من بعد ما أقروا السلسلة بقانون منفصل عن قانون الضرائب، من بعد ما بط بالطعن وعلق القانون، الدولة أمام مأزق. يعني شو هاللوجيك تدفع معاشات على أرقام جديدة ويمكن شهر الجاي ترجع للقديم؟ ما هو هاي ما بيقدروا يعملوها يعني اصلا الرتب. ما شفنا امبارح شو بعثت الحكومه لمجلس النواب. بس هيدي بعثوها هيك، انا بشوف لانه عم يجربوا اذا بدك مثل ما قلت يخلصوا حالهم شوي. اثنين، عم يجربوا يخلوا المستفيدين من السلسله هن يضغطوا بذات الوقت على الفعاليات الاقتصاديه والشركات لحتى يقبلوا فيها، او لحتى يجبروهم اللي استفادوا رتب رواتب يقبلوا بالضرائب. ما هون في كمان اذا بدك يعني عم يجربوا يزركوا الكل، بس هذا شيء عاطل جدا. يعني الدولة تزرك الناس وتفوت الناس ببعضها يعني، بس لو زركت الناس وفوتت الناس ببعضها من وين بدها تجيب المصاري؟ ما هذا الحل. انا عم اقول من تخفيض الانفاق انا اليوم، بس يبدو ما في نيه على هيك. ما عم بيحضروا عم بيعدلوا قانون الضرائب ما دام اعتبروا قرار مجلس الدستوري هرطقه، مع انه مجلس الدستوري اعلى انستانس بالبلد، يعني ملزم قراره لمجلس النواب. صار مجلس النواب بده ينتقد، او نواب ما بيعرفوا بالتشريع بدهم ينتقدوا قرار مجلس الدستوري. وين شفنا سلسلة من ضمن الموازنة؟ ليش في موازنة لهلأ؟ هلأ ما في موازنة، وحتى اللي عم بيحكوها هلأ 2018 هي مش موازنة، لأنه قطع الحساب ما رح يقدروا يعملوه هلأ. هلأ قطع الحساب رح نحكي بقطع الحساب، بس أوكي. أنا بهمني نكمل بموضوع. نعم. أنه السلسلة هلأ عم بيعدلوا قانون الضرائب، طبعا بيعدلوا كيف؟ عم بيعدلوا، بدي يحطوا ضرائب من هون ومن هون إلى آخره. ترقيع. وهون بدنا نرجع لتكمله الحديث، انه بدنا قانون ضرائب جديد بلبنان. اليوم قانون ضرائب الموجود بلبنان اليوم عمله الرئيس الشهيد رفيق الحريري باوائل التسعينات، بحاجه الى تحديث يعني. معلوم عمله كيف وقتها؟ كان بعد الحرب انعملت الضرائب اللي بتحصل ايرادات للبلد بسرعه. وبالتالي مزبوط بوقتها، ولكن بعد 30 سنه او اللي هن اليوم بده ينعمل نظام ضرائب جديد. يعني ما معقول الشركة بلبنان تدفع قد الموظف، أو في موظفين بيدفعوا أكثر من شركات ضرائب. يعني بدها تحديث النظام الضرائبي كله على سواء، ليكون في عدالة ويحصل منيح ويكون فعالية. في شروط للنظام الضرائبي وبالتالي هي مش موجودة. لذلك الدولة اليوم شو عم تعمل؟ عم تشوف تنقف من هون ومن هون بهالضرائب، يلا تفقى من هون، كتاب عدل من هونيك، منشوف شو فينا. يعني صارت يعني ضربوا لنا نظام الضرائب، ضرائب عشوائية يعني. عشوائية، مطرح ما في، عرفتي كيف؟ هيك بشوفوا هون هونيك، وبالتالي يعني لا تلبي الحاجات، وعم تضرب المواطن الصغير والمتوسط وما دون. وبالتالي هذا ولا نظام ضرائبي بالعالم بيمشي فيها. لأنه مثل ما قلنا هالنظام الضرائبي شيخ، خلص لازم اليوم نزيحه، نعمل ضرائب جديد، نظام كومبلي، نظام ضرائب كامل. وهون ما في شيء يعني الواحد بده يخترع، في أنظمة ضرائبية موجودة بكل دول العالم، بتنعمل بشهرين ثلاثة نظام ضرائبي مهم، بخلي أنه نسبياً الميسور يدفع أكثر من غير الميسور. ناخد نظام ضرائبي، شو بده الفرنسي، البريطاني، الاسكتلندي، السويدي، في عدد. وفي هون البنك الدولي وغيرها من المؤسسات العالمية المهمة بتساعد كتير، لأنه حتى النظام الضرائبي بده ياخد بعين الاعتبار وضع البلد. وبالتالي بينعمل نظام ضرائب جديد بشهرين، طبعا لا يطبق يمكن بال 2019. انا مش عم اقول ماني هالقد يعني اذا بدك متفائل انه فينا نعمل شيء ل 2018، ولكن ولانه بس هم يكون في النيه. حتى اذا ما في النيه او ما في هيدي الثقافه، حتى بال 2019 ما يكون في نظام ضرائب جديد. صح، ولكن اذا بدنا نقول ما في نيه على شيء لها ولا اصلاح وكذا، يعني البلد عم يخرب. ليش هو ما عم بيخرب؟ بس هو ما عم بيخرب؟ بلا، بس عم نقول بدنا نقلب هالكورب، هاي هالكورب النازلي بدنا نطلع. حضرتك وانا واي مواطن عادي بده يقلب هالكورب، او القرار السياسي والنية والوعي والادراك انه
نحن مزبوط رايحين على المهوار؟ بتشوف حضرتك اقتصاديا رايحين على شفير الهاوية؟ شوفي أنا إذا منكمل هيك أنا برأيي رايحين على المجتمع كله اللبناني رايح أهم كمان اقتصاد وغير اقتصاد المجتمع كله كمجتمع يعني ما تبقى من اللحمة والتلاحم كله مجتمع رح يصير شفتي هلأ بهالشغلة صغيرة هون بلشوا أدخلوا بعده عم بيحرقوا دواليب وبعد في كمان القوى الأمنية عم تحتمي من يعني اعتداءات المخالفين طبعاً بس أسوأ من هيك دخلوا الموضوع المذهبي والطائفي بهيد أنا قصدت أسأل زميلنا أنه بكل موضوع بدون يدخلوا الحزب والطائفة والزعيم والمذهب يعني هاي صارت بثقافة المواطن وين بدك تكون في الأمل أنه ما نروح على شفير الهاوية ما هذا هو أنا خوفي أكثر على القصص هاي أكثر ما قصة أنه قصة اقتصاد ونمو لأنه هاي بتضرب الاقتصاد كمان وقت يصير حيالة فريق في عنده مشكلة بيقول لك أنا بدي شوف فيها الطائفة تبعي كيف بدها تحميني وعم يصير مجتمع قبلي إقطاعي عن جديد وبالتالي يعني خلصنا من هاي القبلية الإقطاعية على مدى 20 سنة هلأ رجعنا لها بقوة طيب خلينا نشوف هالقبلية الإقطاعية إذا عم تطبق اليوم على الأرض تنرجع لعن زميلنا إدمو يبدو عنده شيء جديد إدمو شو الجديد عندك بعدنا عم نشوف في حرق دواليب ومواطنين شمال ويمين عم بيناطنطوا حوالي قوى الأمنية نعم يعني بعد نصف ساعة من الهدوء تقريبا في ظل عمل العمال بلدية جديدي لإزالة المخالفة الآن يعني رأينا الوضع يتوتر أكثر فأكثر نشاهد بعض النسوة قد صعدنا إلى في خطر على سلامتهم يعني توقيف العمال عن الاستمرار بعملهم ولكن في الوقت نفسه يعني بعض الشبان قاموا برشق القوى الأمنية بالحجارة وتشاهدون سيدة هنا الآن تحمل حجرا بوجه بعض العمال وعناصر القوى الأمنية يحاولون استيعاب المشهد طبعا القوى الأمنية لم تستعمل العنف هنا بأي لحظة من اللحظات هي تحاول استيعاب الوضع منذ قليل رشقت بكميات كبيرة من الحجارة أحدهم حمل قارورة غاز ولكن المواطنين سارعوا إلى توقيفه يعني هو هدد برميها داخل النيران المشتعلة أمام القوى الأمنية على بعد مترين منهم تقريبا طبعا يعني رمي قارورة غاز في النيران يعني قد يسبب كارثة هنا ولكن المواطنون سارعوا قبل حتى القوى الأمنية إلى منعه ومنعه من القيام بهذا الموضوع هنا السيدات من أصحاب العقار أو من أصحاب المخالفة يعني لا يهم التسمية الآن ولكن يحاولون منع القوى الأمنية والعمال من الاستمرار بإزالة المخالفة هم قاموا بحفر سطح المخالفة المفترضة وبالتالي يعني يحاولون أن تتوقف القوى الأمنية وتوقف بلدية جديدي عند هذا الحد والآن في هذه اللحظات توقفت عمليات الحفر للسطح الذي كانت تقوم به بلدية جديدي ولكن يعني سوف نحاول أن ننتظر لمعرفة ما إذا كانت هذه العملية سوف تستمر أو تكتفي بلدية جديدي بمؤازرة القوى الأمنية يعني هذه إزالة هذه المخالفة إذن الوضع توتر منذ 10 دقائق تقريبا سواء على السطح الذي شهد عمليات الحفر لإزالة المخالفة أو عبر الاصطدام المباشر مع القوى الأمنية حيث تشتعل النيران وزلنا نشاهد بعض الشبان والشابات يقومون بعملية يعني محاولة توجيه كلمات إلى القوى الأمنية وقبلها الحجارة والزجاجات الفارغة طبعا الآن القوى الأمنية تتحدث مع المواطنين الغاضبين من أصحاب المخالفة ومن أصحاب المخالفة هنا في الشارع الخامس في منطقة للرويسات إذن المشهد يعني على حاله بين حين وآخر تتوتر الأمور هنا وبالتالي سوف يعني ننتظر لمعرفة كيف ستسير هذه الأمور في نتيجة الحل إدمو يعني إذا توقفت الأعمال بانتظار التفاوض يعني أو الحديث مع الأهالي أو في سبب ما لتوقفها بهيد الأثناء في سبب آخر يعني يعني لا لا, لا
يعني هل ستكتفي يعني القوى الأمنية بحفر السطح وبالتالي منعه من استكمال يعني البناء العمار هنا؟ هذا الموضوع الذي سوف نشاهده هنا. نعم. وبالتالي القوى الأمنية ما زالت تتحدث إلى المواطنين الغاضبين وتحاول أن تهدئ الوضع أولا، ولكن بعض السيدات يعني هم الذين توجهوا مباشرة إلى عمال بلدية جديدي ومنعوهم من استكمال العمل. هل سيكتفى بهذا الموضوع؟ هل ستعتبر بلدية جديدي بأنها أوقفت المخالفة نتيجة حفر السطح وبالتالي منعه من استكمال بناء؟ هذا موضوع يعني سوف ننتظر، يعني لا نستطيع أن نتحدث إلى أحد هنا من مسؤولي البلدية لأن ليس هناك من مسؤولينا أو من أعضاء بلدية نستطيع الحديث إليهم أو حتى وكيل جون أبو جودي، ولكن هناك فقط المواطنون. نعم. الذين يعني يحاولون أن يعبروا عن غضبهم منذ الساعة 9 صباحا وما زلتم تشاهدون هذا المشهد. نعم. على سطح العقار المخالف. على كل حال احنا رح نرجع لك ادمو، بنضل الصورة على الهواء تنشوف كيف بده ينتهي هيدا النهار، اذا فعلا في نية لانهاء الامر وازالة المخالفات بالكامل ام لا. يبدو في اصرار من المواطنين، شفنا واحدة من السيدات يعني كانت حاملة حجر خفان كبير على القوى الامنية، يعني منوجه تحية للقوى الامنية، معلي هيدا حق علينا ولكل الاجهزة الامنية يلي تعاني الامرين كان بالداخل او على جبهات اخرى. بدي اشير لخبر صادر عن قوى الامن انه شعبة المعلومات اوقفت الناطور الذي حاول الاعتداء على سيدة في منزلها بصربة، يعني كمان هيدا موضوع اخر صار بعض النازحين السوريين في لبنان عم بيستعملوا هيدي الاستضافة للاعتداء على المواطنين اللبنانيين، يعني وضع اقتصادي هيدي الالفة، استعمال اللعب على الوتر الطائفي المذهبي الحزبي والوضع الامني كله على بعضه يمكن بيؤدي لانفجار كبير لا سمح الله بالبلد. أوكي. اجتماعي اقتصادي ممكن، ولكن خليني بس يعني رئيس البلديه هون عنده واجبات تطلع على الاعلام يحكي، عرفتي كيف؟ هلا انا ما بعرف مين هو رئيس البلديه بكل صراحه، بس ولو مش موجود بالبلديه موجود ببيته بيقدر على السلبلير يطلع يتفضل يقول انه يفسر الموضوع على الراي العام، صح؟ انه هي في اعتداء غير شيء اذا طلع رئيس البلديه حكي، وبالتالي انه ليه ما بس قادر بوجود هالعدائيه تجاه قوى الامنيه ما يروح لعنده مثلا من مكتبه من بيته على التليفون بيقدر يتلفن لك هلا ويقول لك هذا الموضوع الحقيقه هيك، يعني شوفي قديش هلا بنتصل بالرئيس انطوان جباره بنشوف شو عظيم الوضع لانه هي بنطاق بلديه جديده سد الدوشي 100% وهيك بيريح الكل اذا هن معهم حق او عليهم حق. هلا بالنسبة لقصة شو راح يصير بالوضع، أنا يعني المنطق بيقول إنه العمال هيئة التنسيق والاتحاد العمالي العام نعم. بالإضافة إلى الفعاليات اليوم عم بيتحركوا كلهم، رجعوا عندهم اجتماعات ومؤتمرات، برافو هذا شيء منيح أن رجعوا سوا هون لو بينضموا لاتحاد العمالي، كل حدا عامل مؤتمر لوحده توضح لك كل حدا عامل مؤتمر لوحده، بس المهم أنه يضلوا ماشيين باراليل، هذا أهم شيء. هلا مع الهيئات الاقتصادية هن يضغطوا على الدولة لموضوع الإنفاق، هذا مش عم بيصير اليوم، بس كل حدا عنده أولوية، وحضرتك قلت يعني مبارح الهيئات الاقتصادية هم أنه موضوع الازدواج الضريبي، ويمكن عندهم وجهة نظر أنه هاي المادة 17 من القانون أنه هن بدهم يطعنوا فيها أمام مجلس الشورى، لأن ما في بلد بالعالم بيطبق الازدواج الضريبي، يعني ضريبتين على الأرباح نفسها مثل ما قال كمان الأستاذ محمد شقير وكل الهيئات الاقتصادية. طب من وين بشولنا هيدي الضريبة إذا ما في أي دولة بالعالم بتطبقها؟ هلا بجوز في دول بتطبقها، بس هو مش شيء عدل انه زيت المدخول ينضرب ثلاث مرات، حتى مش مرتين ثلاث مرات، اكيد هذا مش مزبوط، ولكن برجع بقول انه هني مع العمال قصص الانفاق في وحده حال بالموضوع، يعني اثنيناتهم عم بيضغطوا، يعني الهيئات الاقتصاديه ما بتقول لك انفاق الدوله يضلوا ماشي هيك، لانه هن عارفين ومنزعجين وهن عم هن عم بيعانوا الامرين، هن عم بيعانوا في اكلاف كثير تفرض عليهم، كيف لكان من الفساد شو هو؟ والعمال نفس الشيء، انه هن لو بوجهوا قوتهم مع الهيئات المدنيه نحو انفاق الدوله انا بعتقد بيوصلوا لشيء كبير، مش كل واحد عم بيحكي مثل ما قلنا لمصلحته، لا ما في مصلحه مشتركه كمان، يعني المصلحه المشتركه بنركز عليها بالإضافة إلى المصالح اللي بتهم الهيئات. طيب لو ركزوا عليها، ما نحن بوقت اللي شفنا رئيس الجمهورية وفريقه يصر على إجراء قطع الحساب لكمان تمرير الموازنة، اليوم عم نشوف أنه في التفاف حول هالموضوع ونوع من التسوية،
مع أنه بنرجع من عيد اللي قلته حضرتك بأول الحلقة أنه رئيس لجنة المال بيقول من ضمن الموازنة في وفر، يعني السلسلة فيها تكون من ضمن الموازنة. صح. طب ما ضعنا شيء دستوري شيء مش دستوري، قطع حساب مش قطع حساب، ما كمان الحسابات المالية تحدد أين ذهب هذا الإنفاق. هو الحقيقة لا نحن ضعنا ولا هني مضيعيننا، هني ضايعين. بس شو الموضوع؟ لا جد، هو شو الموضوع؟ أنه هني بده كل شيء، يعني ثقافة التسوية هلأ ماشي بالبلد، كل شيء بنعمله تسوي. اليوم التشكيلات القضائية سمعناها اليوم بالليل كانت عم تنطبخ، كان عم تطبخ تسوي، رضوا قاضي من هون الأخيري والأخيري والأخيري، بقطع النظر أنا ما بعرفهم عن كفاءاتهم الأخيري، بس أنه كله تسويات. يعني هيدي مبدأ التسوي مبدأ كتير خطير. تسوي شو بتعني؟ أنه ما حدا ربحان وما حدا خسران، ولكن مثل الزاجة بالإكراه، يعني مثل الزاجة بالإكراه، ولكن هون عم تجي الزاجة للبلد كله مش للكابل الكوبل لوحده. وبالتالي هيدا المبدأ السائد. بس الكابل بأسوأ الحالات بيطلق، البلد كله شو بيصير فيه؟ ما هون هيدا بده يصير، وبالتالي أخطر بكتير. مظبوط. بس الموضوع أنه هيدا قصة كل شيء بنعمله تسوي، هذا مبدأ يعني ما بيوصل لشيء، ما بيقدم البلد، ما بيعمل اقتصاد ناهض، ما بيعمل دولة فيها حياة وحيوية، ما بيعمل دولة تعطي الأمل ل ل ل للأجيال الجديدة اللي عنده لحتى تفكر. هلا انت بتشوفي ما نحن عايشين مع تلاميذ وبالجامعات والى اخره، بتشوفي النفس اللي عندهم اللي هو أسوأ بكثير من النفس اللي نحن عنا اياه، لانه هن مستقبلهم اطول حكما، وبالتالي عطلانين هم اكثر، وفي قلق كبير، وهني عم يزيدوا القلق بدل ما يخففوا القلق، عم يزيدوه بقصص التصرفات والحكي والى اخره. وهون يعني اذا بدك العتب اليوم على الوضع بالوضع الحالي، انه قديش كنا متاملين اكثر بكثير دون ان نفقد الامل. قديش عم نسمع هالكلام من ضيوف كتار انه الامال كانت كبيره، وحتى من الشارع اللبناني اللي كان مؤمل. بس هل برأيك أنه هالعهد لوحده قادر يعمل، نظراً لما فرضه الطائف ونظراً للنهج اللي سائد من التسعينات على مستوى التسويات على قاعدة لا غالب ولا مغلوب؟ يعني أنا بقول إذا فعلاً هالعهد غير قادر، يعني أي عهد تاني بده يكون قادر. يعني نحن ما تنسي قبل ما يجي فخامة الرئيس كان على أساس الرئيس القوي. نعم. اللي هو بده يعمل الماكسيموم. يعني إذا اليوم ما قدرنا عملنا قسم من طموحات اللبنانيين، نعم. طيب مين بدك تنطري بعدين؟ أي عهد إلى آخره. هون المشكلة الأساسية. يعني مرت الجاي بدك ترجع حكما يمكن على الرئيس الضعيف أو على الرئيس الأقل قوة، طيب راح يقدر يعمل الشغل اللي اللبنانيين منتظرينه؟ أنا برأيي اللبنانيين اليوم قلقهم أكثر على المستقبل من على الوضع الحالي. إنه إذا اليوم إذا ما عملنا، أمتى بدنا نعمل؟ مين بده يجي هالسحر الساحر اللي عنده كتلة نيابية ضخمة وقاعدة شعبية ضخمة، ما قدر عمل، يمكن بده ما قدر، هون كمان مشكلة هي. مين العهد الجديد اللي بده يقدر؟ وبالتالي هذه بتترك قلق أكبر بكتير عند الناس وعند الشباب. وبالتالي اليوم الفرصة نرجع نبين للناس أنه لا، ما فينا نعمل 100%، أكيد نعمل 20-30-40 اللي هني، وبالتالي نمشي بالأمور كما يجب. نعم. يعني اليوم عم نسمع أنه الفاتيكان محتاجة على تعيين سفير ما عنده بالإعلام، يعني نحن ما عنا أخبار أكثر من الإعلام. طيب أنه كمان الفاتيكان اللي هو سندة لبنان، سندة الظهر حقيقة للبنان كله، الرسالة وإلى آخره، اليوم بيظهر عيننا له سفير مش رضياني عنه. هلا أنا ما بعرف للشخص، ولكن يعني كمان مش قليلة هاي. صار في اجتماع بين وزير خارجية الفاتيكان بنيويورك وإلى آخره، يعني أنه كيف هالشيء نحن منزكزك الفاتيكان إذا بدك كمان أنه طيب ما هذا في شيء كمان مش مقبول. يعني في أداء خاطئ، في أنا برأيي في تقصير، خليني أقول في تقصير في حسن الأداء، وبالتالي أكيد نقدر نعمل أكثر بكثير. ما فينا نعمل 100، مش عم نقول ما فينا نعمل 30-40-50، وبالتالي هون القصة المهمة اللي لازم نتوجه لها كلنا، حتى الفعاليات الاقتصادية والعمال نحو تحسين الأداء، تطوير البلد. كل حدا بده مصلحته، حتى على مستوى مصلحة مشتركة. بدنا نشوف اليوم هيدي التحركات، وبدنا نشوف أي قانون بدهم يطلعوا فيه، وبدنا نشوف كمان إذا القانون الضرائب بالشكل أو بالمضمون مخالف للدستور، شو بده يكون دور المجلس الدستوري، وماذا عن الكتلة والنواب اللي قدموا الطعن فيه. يعني بالنهاية كله عم يزرق
تاني كلهم عم بيزركوا بعضهم تيطلعوها مثل ما بدهم للطبخة. هلا هل في 10 نواب اليوم ليرجعوا يطعنوا تحديدا يعني لو كان نواب الكتائب الخمسة رح يطعنوا وين الخمسة الآخرين؟ الخمسة الآخرين هلا الخمسة الآخرين معروفين من هل هن مستعدين مرة تانية مرة تانية يرجعوا يفوتوا بالطعن إلى آخره وبالتالي يعني بدو ينسألوا هن كل واحد لوحده إذا هو مستعد يرجع يمضي على الطعن. بس هل كل هالدولة رح تتجاوز رأي السلطة القضائية والدستورية الأعلى بالبلد؟ غريب يعني ما في احتمال يعني سقطت كل الاعتبارات والمعايير إذا أنت أعلى سلطة دستورية بالبلد عم بتمس فيها 100%. من بيناتهم قصة المخالفات اليوم إذا في مخالفات والدولة ما قدرت ألغيت يعني بكرة لكل المخالفات بكل الدولة اللبنانية ما في هيبة للدولة ما بيعطي هيبة والمخالفات ترجع بتضل هي ذاتها وبتزيد وبتزيد بتزيد بصير كل واحد يلا بيوسع حاله شماله يمكن ثلاث ارباع البنا بلبنان مخالف ما حدا بيعرف بكل المناطق. خلينا ناخذ يمكن اول بريك بحلقتنا طالما هلا الامور شوي هاديه عند ادمون بالرويسات بناخذ بريك بنرجع بنتابع حوارنا تنشوف شو ممكن تكون الرؤيه الاقتصاديه الافضل اذا فينا هيك نحددها مثلا بموضوع الضرائب اي نوع من الضرائب أي نوع من سياسات لضبط الهدر والإنفاق والفساد وأين هي يعني المسؤوليات وتقع على من. ناخذ البريك ونرجع مع نتابع مع دكتور لويس حبيقة. منتابع حالتنا بالمحور الثاني اليوم يعني ما يجري برويسات جديدة فارض نفسه بنرجع لزميلنا إدمون سيسين تنشوف شو الجديد وبدي ألفت عناية المشاهدين بناء على يعني طبعا المطالبات لبلدية جديدة إنه رئيس بلدية جديدة موجود خارج البلاد ولكن أعضاء المجلس البلدي ونائب الرئيس يتابعون مجريات يعني كل هذه التطورات على الأرض أولا بأول ولكن لو ما في قرار وقضائي وحكم ما كانت القوى الأمنية تحركت لأن هي بناء على هذه الإشارة تتحرك. إدمون شو الجديد عندك؟ في هذه اللحظات يعني هناك ذروة في عملية رمي الحجارة والعصي على القوى الأمنية وذلك مع استئناف عملية الحفر على السطح الذي كنا نشاهده على سطح المخالفة التي أرادت بلدية جديدي إزالتها. في هذه الأثناء حتى المواطنين من أبناء الرويسات يحاولون التهدئة على عشرات من الذين يقومون بإطلاق ورمي الحجارة والعبوات الفارغة على القوى الأمنية وعلى كل شخص موجود في المكان الذي تقوم به بلدية جديدة بإزالة المخالفة. تشاهدون الآن حالة من التوتر الكبير هناك يعني كميات كبيرة من الحجارة تطلق منا على الأسطح المواجهة للمكان الذي نقف فيه وبالتحديد في المكان الذي كنتم تشاهدون فيه بعض النسوة يحاولنا منع عمال بلدية جديدة من متابعة عمليات الحفر للسطح المخالفة التي تعتبرها بلدية جديدة مخالفة واتخذت قرار بإزالتها بمعزل عن من تعود يعني هذه القطعة من الأرض أو هذا القسم من الأرض وبالتالي هناك قرار بإزالة مخالفة موجودة هنا في منطقة الرويسات وهذه المحاولة بدأت عند 9 صباحا لإزالة هذه المخالفة. طبعا يعني هناك إجراءات قضائية وإجراءات إدارية وقرارات بلدية ومؤازرة أمنية يعني كل هذا لا يتصرف من تلقاء ذاته. طبعا سوف يكون هناك قرارات قضائية وسوف تكون هناك قرارات بلدية والقوى الأمنية عندما تتصرف وتؤازر أيضا استنادا لأمور قانونية وليس بشكل اعتباطي. إذن الآن تجمع العشرات من المواطنين في حي الرويسات عند المكان الذي تتصاعد منه سحب الدخان العائدة إلى حرق إطارات والقوى الأمنية يتحدثون إليهم وأيضا بعض المواطنين من الحي هنا أيضا يتحدثون إليهم وذلك بعد قيامهم برمي عشرات الحجارة على القوى الأمنية عند استئناف عمليات الحفر للنقطة المخالفة التي قررت بلدية جديدة إزالتها. إذن في هذه الأثناء عادت وتوقفت عمليات الحفر حيث كنا نقف ويعني بعض النسوة هنا أيضا موجودة هنا وسوف أحاول الوصول إليهن. خبريني بدكم تضلكم واقفين هون بدكم تضلكم مانعين شو رح تعملوا؟ هنضلنا واقفين لو عجزتنا ممنوع بقى كومبريسر بتطلع لهون وأكثر من هيك ما في
طيب بس هني عم بيعتبروا انه هيدي مخالفة وبدون يشيلوها. لا مخالفة، هيدي خالي معه سند ملكي وامي معه سند ملكي، هاي العالم اللي هون كلها مش ملكي. الا تكون رخصة بالبناء عليها؟ رخصة ما في، كلها عم بتعمر بلا رخص وبالمشاع الدولة عم بيعمر. تاني رخص رخصة طيب. ما في بس انه انتو الارض لقلكن. إذن يعني مو يعني دينت نفسها بنفسها السيدة. لكن منذ لحظات كما يعني كما ذكرت لك يعني كما تقول البلدية بمعزل لمن تعود ملكية الأرض هنا، فإن هناك مخالفة نتيجة عدم وجود رخصة للبناء وترميم البناء الموجودين عليه الآن في هذه الأثناء. إذن يعني القضية في شق منها ليس هناك من رخصة، ومن شق آخر هناك خلاف حول هذا الموضوع حول ملكية عقار. كما كنا استمعنا إلى صاحب المنزل هنا، هو قد أبرز بعض الوثائق وبعض الصقوق التي يقول بأنها تؤكد ملكيته، وبالتالي تقول البلدية بمعزل إذا كانت هذه النقطة هي لجون أبو جودي أو له، ولكن ليس هناك من رخصة، وبالتالي قررت إزالة هذه المخالفة. ما زلنا يعني نشاهد من المكان الذي نقف فيه محاولات القوى الأمنية لتهدئة الوضع ومنع عمليات رمي الحجارة التي تسارعت وتكاثرت بشكل كبير. يعني البعض الشبان والشابات صعدوا إلى الأسطح المواجهة المكان الذي نقف فيه وبدأوا يرمون بالحجارة بشكل كثيف. طبعا القوى الأمنية مجهزة بأدوات يعني التي تستخدم عادة لمكافحة الشغب، ولكن يعني طبعا الكميات الكبيرة التي سقطت أصابت أحد العسكريين. الآن يعني هناك أيضا تلاسن في المكان الذي نقف فيه. نعم يعني هذه الصورة ندى، ونحن بانتظار ما ستقول إليه الأمة. توخى الحذر إدمو أنت والفريق المرافق من مما يجري طبعا، لأنه عم ضل أشوف الصورة أنه هيدا التوتر ويعني الاعتداء على القوى الأمنية. على كل حال هيدا شيء تعودنا نشوفه في كتير مواطنين ما بيحترموا القانون ولا هيبة الدولة. يعني دينت نفسها بنفسها السيدة أنه ما معها رخصة. رح نكمل بي يعني بدل ما نعلق على هيدا الموضوع، هو منه لحاله بيوضح الصورة للرأي العام. بدي انتقل للنائب ياسين جابر يلي عم بتابع حلقتنا. نهارك سعيد سعادة النائب، في عند حضرتك توضيح بما يتعلق بالكلام أو الحديث عن وفر في الموازنة، هذا الوفر الذي قد يغطي تمويل سلسلة الرتب والرواتب، تفضل. أول شيء صباح الخير ندى إليك ولا أهلا وسهلا فيك الدكتور حبيقة ولا لمشاهدين ال بي سي. يعني بالواقع عم بستمع للحلقة، وصلنا بعدة مناسبات بنسمع على بالإعلام إنه هناك وفر وإنه يغطي السلسلة وغيره. وأنا يعني بتأمل كنت الدكتور حبيقة إنه هو مطلع على وضعنا المالي إنه يوضح الموضوع هيدا. ما في وفر بالموازنة، الموازنة إجت على مجلس النيابة فيها عجز 7,000 مليار. يعني لجنة المال عملت جهد كتير كبير بالفترة الماضية واصطدمت بالوزراء وغيره، وكلكم تعرفوا شو صار بعدة ملفات، وأيضا يعني استكترنا موضوع احتياط الموازنة. فنحن أحبينا بلجنة المال نبعث رسالة أنه من الضروري تخفيض العجز في الموازنة، لذلك خفضنا لبعض الوزارات. في بعض الوزارات مثلا هي خفضت مثل وزارة الاتصالات 151.5 مليار، شلنا من الاحتياطي، شلنا من عدة أماكن أخرى لنبعث رسالة عن ضرورة تخفيض عجز الموازنة. بدنا نتذكر ندى أنه نحن اليوم يعني لبنان يعني كل العالم، ما في مؤسسة دولية IMF الوورلد بانك، كل الدنيا اللي الريتنج ايجنسيز بيجوا بيقولوا أنه العجز اللي عم بتعانيه الخزينة اللبنانية غير قابل للاستمرار. فعشان هيك من الضروري أنه نحن نبعث هذه الرسالة الإيجابية. فإذا اليوم نحن نفترض أنه ما السلسلة ما أملنا لها مداخيل، شو النتيجة حتكون؟ النتيجة حتكون تضخم أكثر بعجز الخزينة وعجز الموازنة. فعشان هيك يعني ما نسهل، يعني ما نضلل المواطن بكلام وكأنه لبنان في بحبوحة ووفر صار في توفير. ما بعتقد قصده هيك دكتور حبيقة. هو المقصود أول شيء بونجور، يعني انبسطت شفتك اليوم. لا هو المقصود أنه السلسلة عندما تدفع مش بالضرورة يزيد العجز فيها،
وبالتالي لو ما بيزيد العجز اذا خفضنا الانفاق. دكتور حبيقة إذا خفضنا الإنفاق بس إذا ساعات النائب بتنطر تيكمل لأنه بالديلي ما بيعود تسمعوا بعض. يعني السلسلة وتخفيض الإنفاق بالمقابل على الأقل بنكون هالسنة ما زدنا العجز. طبعا إحنا عارفين أنه عجز الدولة كبير ولكن ما نقول أنه العجز موجود لأنه في سلسلة، وبالتالي دفع السلسلة وتخفيض الإنفاق بذات النسبة وبالتالي العجز بيبقى كما هو. من هون كلنا عارفين انه عجز الدولة اسم الله الى اخره وبدها عمليات جراحية لتخفيض العجز، ولكن بالوقت الحاضر لنشيل لنزيح من مشكل بالبلد وهالتنشن الموجودة انه اوكي هالسلسلة هلا مش نعلقها ونوقفها بس نخفض الانفاق بالنسبة ذاتها بانتظار طبعا رح يكون في حلول جديدة وبانتظار اهم شيء البلد يرجع يقلع عن جديد، والبلد اللي يرجع يقلع عن جديد بدنا الاستثمارات ترجع عن جديد. يعني نحن اليوم قاعدين بواقع انه القلة بتولد نقار مثل ما بنقول بالمثل الشهير، وبالتالي المهم انه القلة تخففها. خففها كيف؟ الاستثمارات ترجع على البلد عن جديد. يعني وهون القصة كلها. اليوم القطاع الخاص كله حضرتك من القطاع الخاص طبعا من زمان، القطاع الخاص منتظر وناطر وفي قلة ثقة وإلى آخره، بنرجع نشجعه يفوت بالاستثمارات عن جديد. ولا يتشجع عن جديد بدنا كمان نعالج شوي موضوع الفساد، يمكن 10% يعني ما متأملين نحن يصير في معالجة جذرية للفساد، بس بالوقت الحاضر نخفض الإنفاق شوي ندفع السلسلة العجز ما زاد، و الحلول الثانية طبعا تأخذ وقتها وضروري أنه تصير. ساعة النائب تفضل. لا بالواقع يعني الكلام اللي عم تحكيه هو أنه نحن بدنا نحل المشكلة هلأ، بس أنه أول شيء السلسلة دكتور حبيقة هي قيمتها فوق اللي بتطلع شيء 1500 مليار يعني، وتاني شيء هيدا التوصية تبع تخفيض عجز الموازنة يمكن بالضرورة بكرة ما تمرق بالمجلس النيابي لأنه في محلات قصينا منهم جمعيات وغيره وغيره يمكن ما يعني لم تقر بعد، بس صح واقعا صح. إذا هلأ نحن بعد عنا شهرين ثلاثة طب سنتي جاي شو بتعمل؟ لا وبعدين الاستثمارات يعني ما عندنا شيء. اليوم اعتراض كبير بموضوع الضرائب من الضريبة على الفائدة. أنا كمستثمر دكتور حبيقة بتعرف تماما أنه اللي بيجي على لبنان وبيستثمر بتنزل عليه الضرائب من هبة ودب، بينما اللي بيحط فلوسه بالبنك ما بيدفع كان ضريبة كل عمره، صحيح ولا لا؟ ايه اكيد اكيد. فمعلش شيء يعني هيدي زيادة الضريبة على الفايدة بركي بتشجع العالم تفوت بمشاريع استثمارية اكثر. ولكن هل الظروف مؤاتية للاستثمار سعادة النائب؟ لسه ما وقفت على الضرايب. لا لا اليوم الضريبة المحطوطة ضريبة على الفايدة مثلا اللي رفعناها. نعم نعم. طيب ما اليوم اللي بيحط فلوسه ندى بالبنك كاش وبيقعد على البحر كل السنة ما يدفع ضريبة ابدا، بينما المستثمر اللي بيعمل مشروع سياحي او صناعي او زراعي او غيره الضرائب عليه من هبه ودب. بس يعني عمليا كل دول العالم لدى الضريبة الفائدة على الودائع تخضع للضريبة، يعني بتروح على تصريحك الضريبة وبتدفع عليها 25 و30% ضريبة. فنحن اليوم خاربين الدنيا انه ليش حيزيد 2% ضريبة على الفائدة. يعني معنى شيء انه خلينا نكون كمان تشجيع مش نحن خاربين الدنيا، اصحاب الشأن هن خاربين الدنيا. اصحاب الاموال الكبيره لا ندى ولا انا بنت. بس هلا الموضوع انه لا لا بس اذا بتسمع اذا بتسمح بس ايه تفضل تفضل دكتور حبيقه. يعني واقعا كل اللي عم تتفضل فيه تحكي انا معك 100% موضوع الفساد، عشان بس نحن حبينا بلجنة المال نبعث هالرساله انه في نيه لدى اللجنه انه واعي ضروره تخفيض عجز الموازنه هلا قبل بكره. فما بيسوى نحن نبعث رساله هلا انه نحن عم نحل شيء ظرفي هلا بهالشهرين وسنتي الجاي بنشوف شو بيصير. يجب تامين مداخيل لتخفيض عجز الموازنه مثل ما قال المجلس الدستوري. مضبوط. تسمح له بس يجاوب. يعني سالي انه هيدي الضرائب للسلسله، هيدي الضرائب لنخفض عجز الموازنه. لا هي ضرائب عامه، ضرائب عامه شامله. لا بس انا بدي اذكرك دكتور حبيقة انه الشيء الوحيد اللي رحب فيه الاي ام اف هو قانون الضرائب 45.
ايه بس قانون الضرائب كنا عم نحكي قبل شوية بده نفضة كلية، بس هلا هذا موضوع طويل. بس اليوم المستثمرين بلبنان، انا بسأل كتير ناس من المستثمرين شو اللي مخليكم توقفوا عن الاستثمارات او تخففوا؟ ولا واحد بيقول لك الضرائب. كلهم بيحكوا لك على الفساد، بيحكوا لك على المعاملات والاجراءات. جد هو بيعرفهم اكثر مني للمستثمرين. وبالتالي كله بيقول لك هي القصه كلها. هذا جزء من الاصلاحات. انا عندي سؤال لحضرتك قبل ما نسكر مع حضرتك. طب اليوم مع طلب الحكومه سعاده النائب بتعليق موضوع قانون السلسله لانه تكون جاهزه بقانون الضرائب، هل سيكون قانون الضرائب معدلا ولكن هل سياتي مره جديده منفصل عن الموازنه ام سياتي هذه الاجراءات الضرائبيه من ضمن الموازنه مثل ما قال المجلس الدستوري بقرار وقت بت الطعن؟ لا ده انت يمكن ما انتبهتي، المجلس الدستوري رجع طلع رئيسه تفسير انه هو ما قصد انه، لانه الماده 81 بالدستور واضحه. المجلس النيابي يحق له التشريع الضريبي باي وقت اللي كان. وبدي اذكرك انت انه نحن سنه 2001 2002 طلعنا قانون الضريبي على الصيد المضافي منفصل كان وجرى الطعن فيه واقر المجلس الدستوري باحقيته. وبدي اذكر انه نحن شهر الماضي بايلول اصدرنا قانون الضريبه على العمل بالقطاع النفطي وايضا طلع بقانون وما حدا طعن فيه. لا المجلس النيابي له الحق في اي وقت اللي كان انه يطلع ضريبه، ولكن يمنع لممنوع نعمله أن نخصص الضريبة لشيء معين. والغلطة اللي صارت أنه بالقانون 45 غير موضوع التصويت، ببداية القانون بالافتتاحية تبعه كاتبين أنه لأجل موضوع السلسلة. نحن اليوم عم نقول هيدي الضريبة، هذا القانون هو اللي تدعيم وضع الخزينة والموازنة، صار يعني اقتضى التوضيح مثل ما بيقولوا وتخفيف العجز تماما. تخفيض العجز، مش ممكن نقدر نستمر ندى نحن بعجز 5 مليار دولار بالسنة. هلا مطلوب الإجراءات كلها اللي عم يحكي عنها الدكتور حبيقة أنا معه وما عم ناقضه، بس أنا عم حاول فسر إنه نحن البلاتو اللي مبلشين منه مش وفر، مبلشين من عجز كتير كبير يجب العمل على تداركه. وهيدي تكون أول رسالة السنة بموازنة 2017 إنه في وعي عند المجلس النيابي إنه ضرورة تخفيض العجز. طيب يعني فإذا نحن بنتوقع قانون ضرائب منصف بالصيغة الجديدة؟ بتصور الثغرات اللي حكي عنها المجلس الدستوري أكيد كلها حتعالج، موضوع الازدواج الضريبي للمهن الحرة وغيره وغيره، كله هيدا حيتعالج. وعلى كل حال يعني القانون حيرجع للنقاش. في بعض الثغرات اللي كانت موجودة فيه يمكن بتلحقوا قبل آخر الشهر؟ طبعا المفروض الأسبوع القادم، لأنه مش معقول مثلا الناس قبضت على السلسلة الجديدة بعدين شهر الجاي مثلا ما تقبض على السلسلة الجديدة. لا بتصور هو هيدا مشروع القانون الثاني اللي بعتوه، خلينا نقول هو مثل ما بقولوا تأمين انه في حال مثلا غطاء بالمجلس او شيء. بس انا بتصور انه لا، بتصور بنهاية المطاف يعني المجلس النيابي بده يأكد على موقفه مع التعديلات والثغرات اللي حصلت مرة الماضية. وبدي اذكر بس ندى بموضوع التصويت بالمنادات. كان رئيس المجلس بلش يصوت بالمنادات، ولكن في فريق اعترض وبلش يخرج من الجلسة ويخبط على الطاولات انه ما بده منادات. لانه في للاسف الشديد في البعض بحب انه يكون له موقف جوا وموقف برا مختلفين. نحن بصراحة نحن اذا صنعنا بشيء بنصوت عليه ولو كان يمكن ما يكون شعبي، بس اذا كان ضروري، لانه بالنهاية يعني القائد السياسي بده يجيب الرأي العام لعنده، مش هو بده يكون عنده الجرأة. مظبوط، هيدا اللي حصل. نحن كنا عم نتابع وقائع هيدا الجلسة عم نغطيها وهيدا اللي حصل. أنا بدي أشكرك ساعة النائب ياسين جابر على هيدا المداخلة. أهلا وسهلا فيك بأي لحظة. أنا صديق قديم وبحترمه وبحترم فكره الاقتصادي دايما. يعني نحن طلعنا برا وأنا بوافق معه، وأنت طبعا يعني طلعنا برا نحن. لا من نجوم ال بي سي ندى اللامع. الله يخليك. الله يخليك، شكرا لك واهلا وسهلا فيك. مبروك على تحت المجال للمداخله. اهلا وسهلا فيك باي وقت رح نكمل. تفضل. كلمه وفر مش معناتها انه الدوله صار عندها فائض، لا وفر انه تخفيض. صحيح، يمكن كنا نحن لازم لا وفر انه عم نوفر بالانفاق. يعني نحن الكلمه التقنيه، الكلمه التقنيه يعني ابارن او سيفينجز، مش عم نحكي عن ابارن نحن توفير، لا بس عم نحكي يوفر بمعنى تقليل انفاق بالعربي بتمشي. بغض النظر قديش عنا عجز، انه وفرت انه خفضت الانفاق. هلا نحن ما قلنا انه ما بدنا زياده ضرائب ابدا. اذا كنا حكينا اول شيء على الملاك البحريه وانه غرامات او ايجارات
بالعكس نحن بنقول انه حتى الضريبه بين 15 و17% على الشركات والى اخره منا هالقصه الكبيره. يعني اليوم امريكا شركاتها 35% بتدفع ضريبه، وهلا ترامب عم يجرب المستحيل لينزلها لل20. يعني حتى اذا نزلها لل20 بيضل اعلى منها، انه هي 15 ل17%. نحن على كل شيء على كل حال دغري مندقنا قوس الخطر، وهو كلهم عمل وقت الرئيس الشهيد رفيق الحريري مثل ما ذكرت عمل، لانه بوقتها بده الناس تجي على لبنان وتشاركات تبلش والاخرين مظبوط. خلينا نشوف هلا ما ناخذ تاني بريك واخير وما يتبقى لنا من وقت من بعد تاني بريك عمليا شو هو المطلوب بالقانون الجديد. بريك ومنتابع. منكمل بالمحور الأخير من حلقتنا بالدقائق المتبقية لنا قبل ما نختم ونرجع لعند زميلنا إدموت نشوف شو وضعه، شو وضع القوى الأمنية مع إزالة المخالفات برويسات. دكتور طب سمعنا يعني مداخلة النائب ياسين شابر، بالنهاية أي قانون ضرائب وأي ضرائب هي الأمثل لإنقاذ الوضع في البلد؟ إذا فينا بشكل مبسط نعطي بعض الأمثلة. فهمنا قصة الإنفاق والهدر، بس إلى جانبهم هيدا لأنه ما بتكفي لحالة ضبط الإنفاق والهدر. يعني لا، في ضرائب لازم تنحط، مش لأنه الموازنة، لأنه هي لازم تنحط كحق. يعني اليوم أتقولي الأملاك البحرية حتى لو الموازنة عنا فائدة ومطفطفة بالفائض، هاي لازم يضل في ضرائب أو غرامات على الأملاك البحرية. يعني بيقدر واحد يحتل شقفة أرض ويستثمرها، أنه هيدي شيء مش طبيعي، بعدين هذا الشط عام وإلى آخره، وبالتالي هاي ضرائب أكيد لازم تكون عليها، أو غرامات أو إيجارات أو سميها شو ما بدك، لازم هالموضوع هذا ينبت. صار له 30 سنة هالموضوع معلق، وهيك نجاب لنا مليارات لو نعمل بشكل مزبوط من 30 سنة، والصراع ما زال مستمر حوله. نعم. إذن هيدي القصص. نجي الضريبة على الشركات، يعني من 15 إلى 17% ما راح تخرب البلد. والشركة اللي عم تدفع هاي ضرائب لازم تضل، هيدي لازم تضل. اليوم عم يقول رفعناها لل 17، لازم رفعناها لل 17%، انه شو هالكارثه؟ يعني امريكا 35% اليوم كل العالم، وبالتالي هيدي بتجيب لنا اموال. انا ضد اي مس بقصص التفقة اليوم، لانه اليوم هيدي التفقة عم تطال الناس اللي هن عاديين جدا، وهودي ما بدنا نطالهم. هلا ولكن في شيء كتير مهم اليوم شو مشكلتنا نحن بلبنان مع الضرائب؟ مش هو مشكلتنا، انه ما حدا منا مقتنع انه اذا حطيتي دولار ضريبي رح ينصرف بالمطرح اللازم مني وجر، وبالتالي اليوم عم تدفعي ضريبه زياده عم تمولي الفساد، لانه هل الاموال يعني هي بتكمل بعضها، الضرائب اللي الجيده مقابل ضبط الفساد ومكافحه الفساد وضبط الهدر والانفاق. وقال لك عم تدفعيهم بلا طعم اليوم، عم تفوتوا بالجيب بيطلعوا من ثاني جاي. لا، مثل ما عندك خزان مي مثلا مفخوت عم تحطي مي فيه، شو بكون يعمل دي؟ طب فينا نكمل بس نشوف، لانه يبدو في توضيح من بلديه جديده، ويبدو انه زميلنا ادمون سيسين قدر يتواصل مع البلديه او رئيس البلديه. تفضل ادمون. صراحة يعني تواصلت مع السيد جان أبو جودي بعد محاولات عدة. جان أبو جودي الذي ذكر اسمه منذ يعني بداية العملية التي حصلت هنا بحكم أنه يقول بأن هذا العقار له، تواصلنا معه، هو يؤكد بأننا نقف حيث كانت تجري عملية إزالة المخالفة على عقار رقمه 1128، وهو يقول بأنه يملك 2400 سهم في هذا العقار، أي أنه يملك كامل هذا العقار، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يشيد عليه أي بناء في هذا المكان. إذن هو يؤكد بأن لديه 2400 سهم في العقار الذي يقول بأن رقمه هو 1128 وتعود لوالده، وبعد حصر الإرث إليه تعود الملكية كاملة إليهم. وهو يؤكد إذن بأن لا أحد يستطيع أن يشيد أي بناء، وبالتالي هذه مخالفة بمعزل أصلا إذا كانت هناك رخصة أم لا. طبعا ليس هناك من رخصة للبناء هنا، وبالتالي يعني القضية بحسب أبو جودي هي متصلة بأن هذه المخالفة قائمة أصلا على عقار يملك كامل أسهمه. وبالنسبة للبلدية أيضا فهي أصلا غير موجودة الرخصة بالنسبة لها للبناء حتى تقام أو تشيد أبنية هنا. ندى؟ نعم إدمون، والوضع هادئ يبدو الآن بالرويسات، وهل رح تكمل القوى الأمنية العمل؟ يعني هل رح يكمل إزالة المخالفة؟
حتى هذه اللحظة منذ ربع ساعة تقريبا الأعمال أعمال إزالة المخالفة متوقفة. القوى الأمنية كانت تحاول أن تهدئ غضب المواطنين، مرات عدة حصل نوع من يعني الاشتباك، رميت بعض الحجارة على القوى الأمنية وأصيب أحد العناصر من القوى الأمنية، ولكن الأمور هادئة الآن وهناك محاولات حثيثة من أجل تهدئة الوضع، وبعدها سوف نشاهد ونتابع إذا كانت هذه العملية عملية إزالة المخالفة سوف تستمر هنا في منطقة للرويسات. شكرا لك إدموس السين، يعطيك ألف عافية أنت والفريق المرافق. دكتور طب تنختم يعني توضحت الصورة أنه عينك يا تاجر بيملك 2400 سهم وبدون يخبطوا القوى الأمنية وبدهم بالقوة وبيقولوا هن بيملكوا أوراق، طب ما هو صاحب الحق يعني هيدا حقه بالنهاية. طبيعي وكان هو لازم يطلع هو شخصيا يحكيها يعني إذا الحق بس إذا بده يطلع شخصيا إذا القوى الأمنية تم الاعتداء عليه بالتليفون أو شيء بس تواصل أنه ما بعرف نجلده أكثر يعني تواصل معه زميلة. أنا صاحب الحق سلطان، إذا واحد عنده حق والله لازم يصرخ قد ما بيقدر، وانا مش عم بناقض الخبريه ابدا، بس انا عمول كان من ساعه بيقدر يطلع هو او البلديه ما حدا بيعرف ظروفه يعني عرفت كمان. وكمان كان فيهم هن ما يعتدوا على الملك الخاص، هذا اعتداء وما عندهم رخصه فايدا بكل ساعه بتقول السيده انه ما في رخصه. اذا الامر متكامل وهي حلقه مترابطه، صح. ضبط الانفاق، مكافحه الفساد، وضرائب تصوب بشكل جيد بالمكان المناسب. حتى اقول بس كلمه كان بتوضحها تفضل يعني لا انا ولا انت يمكن عندنا مشكله تصير التبقى 15% مش 11 اذا من في ضبط لكيفيه صرف هالاموال وعم تروح الى اماكن واضحه لانه احنا البلد بلدنا بس وقت كلنا عم نشوف انه عم ندفع ضرائب ماكسيموم وما عم نلاقي نتائج لا على صعيد الانجازات على الارض ولا على صعيد كيفية التعامل مع المواطن. نعم. يعني اليوم بالقطاع العام معاملة المواطن ما زالت سيئة. أي. وبكل القطاع العام لحتى إلا خب استثناءات. ليش تقدر تخلص معاملات وهيك إلا ما تدفع رشوة وإلا ما تمرق وبيفلوا وقت الدوام الموظفين وبيكونوا موجودين. كيف بدك المواطن بده يدفعك ضرائب جديدة زيادة وهو هيك انطباعه. وهون يعني وقال كلنا مصير نحس انه لا مصير نحن بدنا ندفع ضرائب نلاقي هلا الضرائب عم تنصرف مطرح مثلا على التعليم على الصحه على الطرقات مضبوطه على بس بالجو الحالي كلنا عندنا مشكله مع الضرائب لانه طريقه الانفاق لا تطمن والاثباتات كبيره وعديده وهون المشكله لب المشكله هو هون مش ال 10% الانفاق او ال 11% ما لنا هيدي القصه. نعم. كلها نعم. طمني للبناني حسن الانفاق وانا باكد لك اذا علاتيها على 15% ما حدا بيعترض لانه بتصير تشوفي طرقات مرتبه وتكون في محاسبه وتكون في رقابه وقت تشوف وين هالمصاري عم بتروح قطع حساب يعني معقول اليوم صرنا 12 سنه 13 سنه قطع الحساب وهلا يمكن كمان ما يكون في قطع حساب مع يعني عم بيقولوا بدهم سنه لحتى يعملوه عاطين مهله سنه اوكي بس عملوا تسويه بس بالمال ما في شيء تسويات بالمال تسويات ما بتصير اليوم عم تعملي موازنه هي ما اسمها موازنه يعني عم تحطي اوكي انفاق وجباية بس قطع الحساب اللي هو بيربط الاثنين مش موجود لانه بيظهر عم نسمع كمان بالاعلام يعني في فواتير مش مبينه في قصص يعني وهون وزاره المال واجباتها تطلع تقول فعلا هالاموال وين راحت يمكن ما يكون في يعني تصارح اللبنانيين بالواقع يمكن تقول شو الحقيقه يعني يمكن بعد ما نعرف الحقيقه 100% نقول يا اوكي ماشي الحال صار ظروف وكذا يمكن بس اليوم هالضبابيه حواليها بتخليك تشكي بقصص كثيره كمان وبالتالي التوضيح مطلوب الشفافية. شكرا لك دكتور ليوس حباقة على حضورك ومشاركتك معنا بهذه الحلقة اللي كانت هيك على أكثر من جبهة عم تندار الحلقة. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا، طبعا رح نكون مع أي جديد من الرويسات مع زميلنا إدمون ساسين والفريق المرافق من قسم الأخبار بالـ LBCI. أنا بشكر متابعتكم لحلقتنا وبرجع بلاقيكم بحلقة جديدة الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.